في اللي اشتغلت فيه يا اخويا. فاير فاير. ده طبيعي، كلها كام يوم هتبقى كويس. اوه انت ما ينفعش تتحرك، ادخل الاوضه يلا. ادخل الاوضه. انت عملت فيا ايه؟ انت عملت فيا ايه؟ يلا بس. دونت افريد ناو. ام لايك سيستر، ها؟ زي اختك في الرضاعه بالظبط. في ايه يا نبيه مالك؟ مصيبه، سعيد تعبان. عادي يعني؟ هو ايه اللي عادي؟ الاعراض اللي عنده دي المفروض ما تبقاش عنده، في حاجه غلط. طب انت متاكد؟ طبعا متاكد، التحاليل بتاعته موجوده قدامي اهي. بقول لك ايه، انت من الاول عارف ان انت بتجرب على بني ادمين، يعني اي عرض محتمل على فكره. ريلاكس بس، اهم حاجه بس قلقك ده ما يوصلش للممولين بليز. مش انت متاكد من النتيجه؟ متاكد صح؟ اهدى اهدى. يا وفاء يا سنية، تعالوا انا عملت لكم فطار، انما ايه؟ فطار ملوكي. انا بلا فخر بلا فخر احسن واحد يعمل بتنجان مخلل. امك بتسلقه، انما انا بقى بقليه، ارميه في الزيت يطرطش كده وريحته تفوح وتملى الدنيا بحالها، بعد كده ارمي عليه الدقه والشطه يوحوح. شوفي كده ريحته حلوه. امال العين بتاكل قبل البق؟ امال. تسلم ايدك. على فكرة انا النهاردة هروح لهنية. ليه؟ تخافيش، لازم اتكلم معاها المرة دي، انا هقف لها مش هطبطب عليها زي كل مرة. انا قبل كده كنت بعمل حساب لسعيد، لما سعيد يبقى مش موجود تنفخك بالشكل ده؟ لا، خصوصا يعني ان احنا ملناش دعوة باللي بيحصل. ولا ايه؟ ولا ايه يا سنية؟ عندك حق. خبيت علينا ليه؟ خبيت عليكم ايه؟ انك تعبان. تعبان ايه؟ ما انا قدامكم زي الفل اهو، كله كله. انا عرفت كل حاجه يا بابا. عرفت ايه يعني؟ انا مش فاهم انت عايزه تقولي ايه؟ يعني لما تبقى تعبان وبتتألم وبتتوجع وما تقوليش ليه؟ ليه متولي؟ هو انا مش مراتك؟ هو انا مش سندك وضهرك والايد اللي بتتعكز عليها؟ انا بحبك، بحبك يا متولي، انت حب عمري، بس انا زعلانه منك. لما تبقى بتتالم وبتتوجع وما تقوليش، يبقى انا ايه لازمتي؟ عايش معايا ليه يا متولي؟ يا ماما. بلا ماما بلا بابا، انا زعلانه منك قوي يا متولي. انا ما كنتش عاوز اشيلكوا. همي ايه يا بابا؟ اخس عليك، ازاي اصلا تقول كده؟ يا بنتي كفايه اللي انت فيه. اللي انا فيه ايه يا بابا؟ يا بابا اللي انا فيه كوم، وانت وصحتك كوم يا بابا. ده انت سندي، ده انت اهم حاجه في حياتي. ما تقولش كده.